أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخلات أكمام والحب ذو العصر والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء والمشرقان ورب المغربين؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكما أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتما أن تفوزوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يصال عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا شقت السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه جنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي من سبرق وجل جنة ندان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله.